الشيخ تميم يقول ان انا خاف من دوله مجاوره وانا اعرف اني اقصد السعوديه. انتم صاحين انتم قارنوا نفسكم بالسعوديه؟ كعب السعوديه لو ان بغاكم والله لو معكم جيوش النصارى هم والروافض واليهود اصحاباكم. الشعب قرر ان يخوض هذه المهاره ان كان يمديه بدقيقه كلاكم. يا عيل المجد يا دار رباتنا والمعاد جاهزين للحطيمة وعذابك يا معادي مملكتنا يا عديم الراية يا ونيا العزيمة. من يعادينا نذوق الهزيمة.